الفيديو ده هيوضح لكم ازاي ننسخ وش وظهر وازاي نكبر ونصغر في الورقة واعدادات النسخ، كل ده في طبعات كانون الـ MF443 والـ MF445، فتابعوني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخوان عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض شوية خصائص في النسخ ناس كتير ما تعرفهاش. يلا بينا نخش على الفيديو على طول. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، هنختار النسخ اللي هي قدامكم ديت، ودي قائمة النسخ بتاعتنا. فاول حاجة، اول ما تلاقي الاصفر ده معناه ان الخاصية دي شغالة، عندك هنا اربع خصائص وعندك هنا تلات خصائص. فخلينا نبدأ باول حاجة الصف اللي فوق ده. اول حاجة 100% دوت ده تكبير وتصغير النسخ، يعني 100% ده الوضع الافتراضي للنسخ اللي هو الوضع الطبيعي. اما الورق ده فده اختيار درج الورق، وعندك الكثافه ده اللي هو التغميق والتفتيح، وعندك عدد النسخ ده لو انت عايز تصور فوق النسخه الواحده، يعني معاك من نسخه لحد 99 نسخه. اما الزرار الاخضر ده فهو ده بدء النسخ. طب خلينا نجرب. اول حاجه عايزين نصور الورقه دي اهي زي ما انتم شايفين وش وضهر. هنعمل ايه؟ هنحط الورقه عادي جدا على الفيدر دوت اهوت زي ما هي كده، وبعد كده نختار زي ما احنا شايفين ورقه هنا على ورقه، اللي هي ورقتين مقلوبين على ورقتين مقلوبين، حتى اللون الاصفر اللي كان هنا راح هنا، وهتلاقي هنا الورقه بقت مطويه معاكم، يعني مقلوبه معاكم. لو رجعناها تاني هتلاقي الورقه بقت ورقه واحده اهي. فهنختار ورقتين على ورقتين، يعني العلامه دي معناها ورقتين على ورقتين وش وضهر زي ما احنا كده بالظبط اهي، نورت اهي، وبنعمل بدء. زي ما شايفين اهي الورقه اهي وش اهي والظهر بتاعها اهوت. دي كانت اول حاجه ازاي نصور وش وظهر عن طريق الفيدر اللي فوق. ولازم تعرف ان الخاصيه رقم واحد دي احنا ما اتكلمناش عليها، الخاصيه ديت ورقه ورقه، يعني ده الوضع الطبيعي بتاع الطبعه اللي بيصور ورقه ورقه. اما الوضع التاني دوت اللي انتم شايفين مكتوب عليه ورقتين بيخليها وش وظهر، يعني عندك مثلا ورقتين زي دول كده، ورقتين A4 عايزه نحطهم في ورقه واحده بس وش وظهر. هنيجي هنا هنمسك الورقتين زي ما هم كده، وشهم للاعلى اهو وشهم لفوق، يعني الكلام يبقى واضح قدامك فوق كده، وتحط الورقتين للاخر كده على الفيدر وتظبط هنا، وبتنزل تحت تختار ورقتين على ورقه وش وظهر وتعمل ايه؟ نسخ. بتبدا تسحب الورقتين معاك من الفيدر وبتطلع لك الورقتين على الوش والظهر، يعني الورقتين بتطلع لك ورقه واحده بس وش وظهر. زي ما انتم شايفين اهي الورقتين اتضافوا واحده وش، والورقه الثانيه اتضافت ظهر. دي كانت الخاصيه الثانيه معانا. اما الخاصيه الاخيره اللي موجوده هنا ديت، دي بتقول لك ورقه وش وظهر هتطلعهم لك على ورقتين منفردين، يعني ورقه زي دي كده وش وظهر عادي عايز تطلعهم على ورقتين منفردين. ازاي؟ هنحط الورقه في الفيدر كده عادي جدا اهي، ونختار الورقه الوش وظهر على ورقتين منفردين ونعمل تصوير. تبدا تسحب الورقه معاك بكل سهوله وتطلع لك ورقه لوحدها والظهر لوحده، يعني الوش لوحده والظهر لوحده. اهي ورقتين. طلعت لك الورقتين زي ما انت شايف، الوش والظهر، الوش لوحده والظهر لوحده. حبيت ترجع الطبعه للوضع بتاعها عادي بتختار الخاصيه، بتختار الزرار دوت. طب ايه الخاصيتين الموجودين تحت دوت؟ ده يقول لك الورقتين بيدفهم في ورقه واحده بس الاثنين مع بعض ومصغرين، وده بيخليهم اربع ورقات في ورقه واحده. طب ازاي؟ الورقتين دولت هخليهم لك صغيرين. ازاي؟ هنحط الورقتين زي ما هم وشهم الاعلى في الفيدر كده، وبتيجي هنا تختار ديت زي ما هي كده، هتنادي لك واحد واثنين وتعمل تصوير. سحبت الورق في الفيدر عادي جدا. بص عملت لك الورق ازاي؟ اهي ورق هنا وورق هنا، خليتهم لك جنب بعض في وش واحد. طب ليه اربعه ديت بتعملها ازاي؟ زي ما انت شايف بقت واحد اثنين ثلاثه اربعه. ازاي؟ بتمسك الاربع ورقات زي ما احنا شايفين كده اهوت، اهيت الثانيه ادي الثالثه وشهم كلهم لاعلى برضك، تاكد اهيت اربع ورقات، وتحطهم في الفيدر الاربع ورقات اهوت وشهم لاعلى زي ما انت شايفين، ده رابع اختيار، وبتعمل تصوير. وزي ما شايفين الورقه بتاعتنا اهي، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه، صغرتهم في اربع ورقات مع بعض. حبيت ارجعها ورا ورقه من خلال الخاصيه دي. وعندك هنا ده عدد النسخ، اذكر نسخه معاك لحد 99 نسخه اهي، بقت 99. حبيت ارجعها واحد تاني بتتك على حرف السي، ده اختصار لكلمه كلير.
اهو بقى واحد تمام وبتعمل اغلاق. اما الزرار اللي مكتوب عليه كثافه اهوت، الموجب بيغمق اما السالب بيفتح. ازاي؟ اهي كده بتغمق وده الوضع الافتراضي بتاع الطبعه، وكده بتفتح فبتختار اللي انت عايزه مثلا وبتعمل اغلاق. اما المكتوب عليه ورق ده فده الخاص بالدرج اللي انت هتسحب منه، عشان الطبعه دي فيها درج سفلي وفي التري بتاعها، فبتختار اللي انت عايزه وليكن الدرج بتاعنا وبتعمل اغلاق. اما معدل النسخ ده فده التكبير والتصغير، كل ما هو فوق ال 100% فده بيكبر الصوره، اما اللي تحت ال 100% فده بيصغر الصوره. يعني عندك ال 400% ده اكبر حاجه تمام اهي، وعندك ال 200 ده تكبير برضه، وعندك ال 141 ده كبير، اما عندك ال 70 و 50 و 25 دول التصغير. اقل حاجه 25% ده تصغير، واعلى حاجه عندك 400% وده تكبير. طب دلوقتي بطاقه الهواء دي عايز اصورها وش وظهر، هعمل ازاي؟ هنفتح باب الاسكانر عادي جدا، تحط فيها البطاقه هنا اهيت تمام، وتقفل الفيدر، وبتيجي تختار النسخ، ثم بتختار معدل النسخ وبتختارها 141 اهي اهي بقت 141 تمام. انت عايز الصوره دي وش وظهر او البطاقه دي وش وظهر، هتيجي هنا بقت وش وظهر، فبتعمل تصوير وبتختار حجم الورق اللي هو A4 تمام. بتيجي هنا بقى بتقلب البطاقه عادي جدا وتسيبها زي ما هي في نفس المكان اهي، وبتقفل تمام، وبتيجي هنا تعمل مسح المستند الاصلي الثاني اهو خلصت خلاص، بتعمل بدء الطباعه. اهي كده كبرنا الصوره اهيت، ده الوش وده الظهر، يعني الوش ده الظهر اهوت وده الوش. ده بالنسبه لو انت عايز تصور البطاقه الهوائيه وش وظهر في التكبير. طب افرض ان انا مش عايز اكبرها، هتعمل ايه؟ هتيجي عند معدل النسخ هنا وتخليها ايه اللي هي 100% اللي هي بتاعتنا عادي جدا اهي، بتاعتنا عادي جدا، وبتيجي هنا بتقلب البطاقه بتاعتك، عشان احنا كده هنعمل 100% بس اللي هي المعدل العادي بتاع التصوير، وبتعمل بدء، تختار A4 ثم بتيجي هنا تاني وتقلب البطاقه بتاعتنا عادي اهيت نفس المكان وبتقفل اهوت، وبعد كده بتعمل مسح المستند الاصلي التالي. وبعد كده بتعمل بدء الطباعه. اهي وش والظهر بس صغيرين، لو بصينا بالفرق لل 141 وال 100% زي ما انت شايف، وشفنا الظهر هو كمان، وجينا شفنا الظهر هتلاقي اهوت ده 100% وده ال 141. كده عرفنا ازاي نصغر ونكبر الصوره، وازاي نعمل ورقتين في ورقه واحده واربع ورقات في ورقه واحده، وازاي نعمل وش وظهر والبطاقه كبيره ووش ظهر والبطاقه صغيره. لو انت بقى لعبت في اعدادات النسخ كتير وحبيت ترجع للورقه ورقه ومش عارف ترجع ازاي، ولقيت المكنه بتهيس معاك ومش عارف ترجع من الخصائص، في هنا حاجه اسمها اعاده تعيين اهي، ضغطه واحده كل حاجه رجعت زي ما هي. وبكده خلصنا موضوع حلقه النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، اتمنى الموضوع يكون نال عجبكم، مستني اي استفسار لكم بخصوص طباعه كانون. كان معاكم احمد السامي قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.